طيب مش تفرق. محمد، يعني قول لي نظره المجتمع. انت عارف انه احنا دايما او كنا بنتكلم في فكره انه المجتمع دايما بيرفض الشخص المدمن او حتى المتعافي من الادمان، الناس ما بتتقبلوش قوي. قول لي انت بعد ما عملت مشروع ومشروع انت بتحبه، هل في اقبال على مشروعك؟ طبيعه الناس اللي بتتعامل معاها، نظره المجتمع، حياتك الاجتماعيه والعائليه والاصحاب، المحيط كله اللي حواليك، احكي لنا عنه بعد التبطيل وبدات مشروعك الجديد والحياه الجديده اللي انت دخلت فيها. تمام. بالنسبه للمشروع وبالنسبه لنوعيه الناس اللي بتجيلي في المشروع، انا حاولت بقدر الامكان اول ما افتح ان انا يعني اعمل ديكور حلو في نفس الوقت، يعني ما لمش اللي هو بيتعاطى. يعني انا مش عارف اجيبها ازاي بس بشكل لائق شويه، بتحظر اللي حد مش اي حد يدخل، مش اي حد يدخل. تاني حاجه انا بتنقي الناس، يعني في تدعيم من اختي وجوز اختي واقفين جنبي جامد، وحاولت بقدر الامكان ان انا في بدايه المشروع ان انا احد من اي حاجه فيها شكل غير لائق. وطبعا هي البدايات هي اهم حاجه، فانا راقبت ده كويس جدا لحد ما النهارده الحمد لله المكان بقى فيه الزبون بتاعه والعميل بتاعه والدنيا بقت ماشيه معاه كويس. تمام. بالنسبه لنظره المجتمع بقى ليا دي، انا وانا بضرب وبتعاطى المجتمع كله شايفني وحش، والمجتمع كله بيقول عليا كلام في ظهري كتير. طيب انا بعد ما بطل هخاف من نظره المجتمع ليا ليه؟ ما هو انا كده كده اصلا المجتمع اوريدي بالفعل بيتكلم عليا وحش. لا يعني معلش، لما حد سوري ان انا قطعتك، بس مثلا ممكن حد انت تتكلم عن تجربه ادمانك وتقول له انا تعافيت او بطلت، هل هو بعد ما بيعرف كده بيتعامل معاك زي ما كان بيتعامل معاك الاول، ولا بياخد حذره شويه؟ مش كله، بس كل الفكره انا مش مطالب مني ان انا اقول لاي حد انا كنت باخد ايه او انا كنت اصلا مدمن في يوم من الايام وبطلت. ده مش مطلوب مني خالص. انا مطلوب مني انا بتعامل بالشخصيه اللي قدام حضرتك النهارده. والله حضرتك شايفني كويس كنبيه، مش شايفني كويس تمام، انا ده شخصيتي. انت جدع يا محمد، والله العظيم انت جدع وابن حلال. والمهم في الموضوع ده كله ان انت باصص لنفسك بس، وباصص ان انت تبقى كويس وتنجح، وهو ده المطلوب بالظبط. محمد، يعني الجزئيه دي مش عايز اتكلم فيها كتير، لان انا بالنسبه لي نظره المجتمع مهما كنت كويس او وحش في الاخر برضه لازم تتكلم بالزبط. ومش بتبطل كلام صح. من الاخر خالص يعني. لكن كل اللي يهمني في الموضوع ان انت الحمد لله تعافيت وبقيت زي الفل، وده اللي مهم بالنسبه لنا. انت ايه حلمك في الحياه يعني غير بلاي ستيشن؟ حاليا اتجوز ويبقى عندي ابنه او ابنه. نفسي اتجوز صراحه. ما بتحبش؟ لا بقى خاطب. خاطب؟ طب يلا بقى، طب يلا بقى، عايزين ان شاء الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، باذن الله. الحلم اللي موجود حاليا ان شاء الله باذن الله يا رب.